العصر أخشى أن يفوتني. السائلة إحدى الأخوات يقول العصر أخشى أن يفوتني وأنا خارج المنزل، أصلي في أي مكان برا بس ما بسجد عشان الشارع والناس. كلام باطل طبعا، كلامك غلط وتصرفك غلط. والمعنى إذا سجدت ورأيك الناس ما حصلت جريمة، تسجدي في أي مكان جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدرك الصلاة فليصلي الأرض مسجد طهور. العموم الأمة رجال ونساء، الرجل خرجت مخرج الغالب.